I want to stop here, and I want to welcome Dr. Hassa Al-Jaber for her speech. Dr. Hassa, the stage is yours. Thank you, Naeem. بسم الله الرحمن الرحيم. السيدات والسادة الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنه لمن دواعي سروري أن أرحب بكم جميعا اليوم في بلدكم الثاني قطر في نصف نهائي مسابقة إماجن كام على مستوى العالم العربي، والتي تعقد للمرة الأولى ونتشرف في استضافتها في قطر. إن الفائزين في هذه المسابقة اليوم سوف يمثلون المنطقة العربية في نهائيات مسابقة إماجن كاب التي ستعقد في مدينة سياتل الأمريكية في أواخر يوليو القادم. جميل حقا، وأنا هنا حقيقة يعني كمربية، كأم، كمواطنة عربية، جميل حقا أن أرى اليوم عدد كبير من شباب دول المنطقة، وأود أن أنتهز هذه الفرصة لأحيي وأهنئ رواد الأعمال من الشباب والموجهين وأسر المشاركين في هذه المسابقة التي نسعد بوجودهم جميعا معنا في هنا اليوم. حقا إنه لمن الرائع أن يكون لدينا شباب ذوي أفكار جيدة، لكن كل واحد منكم محتاج لمساعدة، فهؤلاء الشباب بحاجة دائمة إلى الدعم والتشجيع، وعلي فإنني أشكر الموجهين وأسر المشاركين على مساعدتهم بذلك، وأنني على يقين بحجم مشاركتكم وإسهاماتكم في إنجازاتهم الرائعة، فشكرا لكم. كما أتوجه بشكر خاص إلى مايكروسوفت، ليس فقط لتنظيم هذا الحدث بل أيضا لتشجيع الابتكار والتعلم من خلال التكنولوجيا. وأشكر السيد نعيم يزبك، أشكره شخصيا مدير عام مايكروسوفت قطر، وأدعوكم لتحيته معي. فلا زلت أتذكر لقائي الأول به حينما شاركني بالكثير من الوعود والتي اعتقدت حينها إنها مجرد تسويق كما تفعل الشركات، لكنك قد أوفيت بها جميعا، واليوم أقول أن مايكروسوفت قطر قد صارت جزءا من مسيرة التطوير لاقتصادنا، وأن مايكروسوفت أصبحت جزءا من التطوير في العالم العربي. فشكرا لك نعيم، شكرا. الحين ما أشوفك. الآن أود أن أتحدث لكم وبعجالة عن ثلاثة نقاط. النقطة الأولى عنكم، وهي إلى أنتم أيها الشباب. النقطة الثانية عن الفرص الرقمية، والنقطة الثالثة عن الحق في النسيان أو right to be forgotten. أول شيء بالنسبة إلى أنتم أيها الشباب، لقد جئتم من الجزائر والبحرين ومصر والأردن والمغرب ولبنان وعمان وفلسطين وقطر والمملكة العربية السعودية وتونس والإمارات العربية المتحدة. لقد حظيتم بالفرصة فقط ليست للمنافسة، ولكن للقاء بعضكم البعض والتعرف على بعضكم البعض عن قرب، وتبادل خبراتكم وتقوية روابط صداقتكم، وها أنتم أصبحتم سفراء لبلدانكم. إن مشروعاتكم لا شك أنها مثيرة للاهتمام ورائعة ومتنوعة كتنوع الدول التي تمثلونها، وفي يوم من الأيام سوف تتذكرون هذا اليوم وتسترجعون هذه التجربة وكيف ساهمت في تغيير مسار حياتكم. ولكنني أود أن أؤكد لكم اليوم وأكثر من أي وقت مضى إن تطلعات دولكم، تطلعات الوطن العربي ومنطقتنا العربية، تتمثل فيكم أنتم شبابها وجيلها الصاعد. لقد جئتم في هذه الحقبة من الزمن التي شهدت فروقاً كبيرة أحدثتها الرقمية في طريقة التعلم والتواصل وطريقة مواجهة العالم والتعرف عليه.
أنت جيل، أنتم جيل لديكم الكثير من الأحلام، ولكن لديكم كثيرا من الصعوبات والكثير من الإبداع، ولكن بالمثابرة فقط سوف تحققون أحلامكم وتتغلبون على الصعوبات وتقدمون إبداعا يساهم في تأمين مستقبل وطننا العربي، وليس لدي أي شك في أنكم قادرون على فعل ذلك. بالنسبة إلى الفرص الرقمية، يشير تقرير الاتحاد الدولي للاتصالات الذي صدر في فبراير 2014 تحت عنوان الفرص الرقمية حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المبتكرة لتوظيف الشباب، إلى أن تكنولوجيا المعلومات تعزز إنشاء أعمال جديدة، وأن المتميزين في مجال التكنولوجيا يستغلون طاقاتهم الإبداعية ويطبقونها في الواقع، بحيث أصبحوا رواد أعمال يخلقون المزيد من فرص العمل بدلاً من أن يكونوا باحثين عن عمل. إن حضوركم جميعاً هذا اليوم واستخدامكم للتكنولوجيا كوسيلة لإيجاد حلول مبتكرة لتلبية الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية لا يعني تحقيق أحلامكم فحسب، بل يعني يساهم كذلك في النهوض والرخاء لبلداننا العربية. وتؤكد الفئتان اللتان تنافستم فيها كرواد أعمال، المواطنة والابتكار، قدرة التطبيقات البرمجية على الإسهام في تطوير البشرية وتعزيز خبرة المستخدم. وفي كل الأحوال تستسهم هذه الابتكارات في تشكيل النسيج الاجتماعي والاقتصادي لبلداننا. إننا في حاجة إلى تشجيع المزيد من رواد الأعمال وأمثالكم، فالارتباط الحيوي بين التكنولوجيا والازدهار الاقتصادي في جميع البلدان يحتم علينا مضاعفة الجهود التي نبذلها لمواجهة دعم شبابنا في الاستفادة من التكنولوجيا على المستوى الشخصي والمهني. النقطة الأخيرة، أنا كنت حقيقة يعني كنت أبغى أخلي السبيت كلها على الرايت تو بي فورغتن، أو حقكم في النسيان أو في حذف المعلومات الخاصة، بس بعدين قلت بتكون المحاضرة مملة لأن بندخل في دبيت، هل حقيقة يعني هل هو الحق يعني الرايت تو بي فورغتن فيرسز الرايت تو نو، فقلت يعني انستد ان احنا ما يكون يعني وي ويل فوكس على ابداعاتكم، وي ويل هاف تو جروب، جروب مع وجروب ضد. فعلى ذي الاساس انا اي ثوت بس يعني اي ويل شير وذ يو وان نقطه واحده بالنسبه الى الرايت تو بي فورغتن. طبعا انت اكيد سمعته الاسبوع اللي فات كان في دبيت كثير ان الدول الاوروبيه اخذت يعني في قرار ظهر او تم اعتماده، وهو الحق في حذف معلوماتك الخاصه. فانا الحين يعني اتساءل اذا كان يعني الحق في المعلومات الخاصه مقابل الحق في المعرفه، حقك في هناك في حق مطالبتك الشركات مثل فيسبوك وجوجل بحذف المعلومات التي قمت بنشرها بنفسك أو قام بنشرها أشخاص آخرون ثم ندمت على نشرها، ويوجد حق آخر له حق المجتمع والآخرين في معرفة هذا الشيء. أنا هنا لن أناقش ما هو الصواب، ولن أناقش ما هو أي صح أو أي خطأ، أو من يمتلك الحق في ذلك ومن لا يمتلك الحق في ذلك. نحن نعلم أن كل تغريدة وكل مادة تنشر على فيسبوك وكل صورة على الإنستغرام تخزن هناك للأبد. كذلك نعلم أن البشر يتذكرون بصورة انتقائية، ولكن شبكة الإنترنت تتذكر كل شيء. فقط أنا أود من شبابنا رواد الأعمال اليوم أن يتخيلوا ذلك، بما أن نحن نتكلم عن إماجن، تخيلوا معي شبكة الإنترنت حين تتمتع بذاكرة أقرب ما تكون إلى ذاكرة البشر. تخيلوا معي شبكة الإنترنت التي سوف تتذكر بصورة انتقائية تماما كالبشر، وسوف تستدعي المعلومات كما نرغب أو كما نشعر بها وبالطريقة التي نريدها تحديدا. تخيلوا ذلك، ثم ليأتي واحدا منكم قد يجعل هذا ممكنا في السنوات القادمة. مرة أخرى أتمنى لكم جميعا حظا سعيدا،
ونجاحا مبهرا، ونتطلع إلى متابعة نجاحاتكم في السنوات القادمة، كما آمل دائما أن أسمع منكم وعنكم الكثير في المستقبل في مسيرة تفوقكم وإنجازاتكم. وبغض النظر عن نتائج هذه المسابقة، فأنا أوافق السيد نعيم أنكم جميعا فائزون اليوم، وشكرا جزيلا لكم.